بذاكرتكم إلى العديد من المباريات التي تبقى حتما راسخة في أذهانكم، لنسترجع ونستمتع بأجيال قدمت الكثير لكرة القدم الجزائرية وأمتعتنا. البداية ستكون هذه المرة من مدينة الجسور المعلقة مع مولودية قسنطينة، الفريق الذي لم يعد لا في الرابطة المحترفة الأولى ولا الثانية بل ابتعد عن الأضواء. سنسترجع مع عشاقه ومحبيه اللقب الوحيد في تاريخ هذا النادي والمباراة الكبيرة التي خاض عام 1991 أمام جمعية وهران. المباراة علق عليها آنذاك المرحوم مخلوف بخزر وعبد العزيز زواوي. هناك تجمع مشهود، ترجع للكرة، ممتاز مشهود، ممتازة من مشهود وتخرج جانبية. أول لقطة ساخنة في هذا اللقاء، وهذا الآن مشهود صانع ألعاب المولودية. سلسلة من المراوغات ثم نمار، نمار كرة، الكرة نهية بالحضري، في فتحة بالحضري وتخرج الكرة 6 أمتار، الكرة تخرج 6 أمتار. كاوة اتجاه دريس، دريس قد فنحوا الوسط، كاوا وجانبية، فرصة أحسن فرصة من بداية المقابلة من مشعود عبد المجيد لمن لكاوا، كاوا في صراع مع رقم 4 بوحة، تعود الكرة لمولودية قسنطينة، شوف خطأ دريس حقيقة يضيع فرصة من ذهب، كان وجه لوجه، ترجع الكرة بالحضري، فتحة بالحضري وأيد زقاش بكل براعة حقيقة، حارس ممتاز وجه لوجه كان معاه إدريس هداف البطولة، وتدخل الدفاع الوهراني. مرة أخرى ماما تروح الكرة لميباركي، ميباركي زيد بسرعة، ميباركي ناحية من مجاهد يطلب من جاب، والجانبية، جانبية الناس يبحث عن رفيق، يمرر لبالحضري، بالحضري، بالحضري، مراوغة ثانية من بالحضري ناحية مشعود، مشعود بالحضري، يفتح بالحضري ومن هناك إدريس، إدريس يسجل، إدريس يسجل طبعا بعد ما كان مسك الكرة أي زغاش حقيقة اللي كان عمل ما عليه، لأنه إدريس يتدخل في نهاية المطاف ويسجل الهدف في الدقيقة 32 من الشوط الأول، إذن هدف مقابل صفر لصالح مولودية قسنطينة. يفتح بالحضري بعد تدخل الحارس، شوف الدخل ثم إدريس ترجع له الكرة ويسجل أول هدف، هدف مقابل صفر للسيد بوعرطة، من أحسن الهدافين تاع البطولة الوطنية، أحسن الهدافين طبعا لحد الآن هو إدريس لاعب مولودية قسنطينة، كان عنده 15 وبالهدف اللي سجله منذ قليل. شبه ركنية في التنفيذ بالخطوات الهواري، مقوسة كادي خدع، كادي خدع لولا يقظة الحارس العور، سواء من هذا الطرف أو من الطرف الآخر، أخطاء كثيرة من الجانبين خاصة من مولودية قسنطينة في هذا الشوط الثاني، وخطيرة وخارجة، كانت فرصة خطيرة هنا يمر بها العور، كادت جمعية وهران أن تعدل النتيجة عن طريق بالهاشمي آخر من المس الكرة. ويعلن سيد برقي على نهاية المقابلة بتتويج فريق مولودية قسنطينة بطلا للبطولة الوطنية لكرة القدم لموسم 90-91. إذن أشبال المدرب الشاب بوعرطة أبطال للجزائر. الله الله يا ولاد بن باريس، لا ترحب بالصبولة سيدي جريس، والغالي عمري ولا نبيعو رخيص، على البيضة زركا ونديرو الحالة. The
هكذا كان الموك، الموك الذي اشتقنا إليه كثيرا، الموك بهذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة. إذن هذا هو ركن ذاكرة الاستوديو الذي يأتيكم كل أسبوع، فكرة زميل سامي نوردين. في أيضا ركن آخر جديد سيضاف إلى برنامج استوديو المحترفين بعيدا عن الميدان مع زميلة وسيلة بطيش، 360 ثانية جرأة مع زميل طبعا هشام سعدودي، والمزيد من المفاجآت ستكون هكذا في برنامج استوديو المحترفين. حكم سرار، أنا ذاك كنت لاعبا في الوفاق الصيفي، تتذكر جيدا هذه المباراة، ديابي رحمة الله عليه كان رئيس المولودية القسنطينية، رشيد بوعراطة في أولى البدايات، عبد الرحمن برقي كان حكم هذه المباراة، تتذكر جيدا؟ نذكر المباراة، وكان اللاعبين كانوا معي اثنين في القائمة تاع كأس إفريقيا 90، مانع وبنعاس كانوا موجودين، مشهود بالحضري، بوطاف كنت انا معاقب بسنتين، وكان عندنا عفو رئاسي، وكان هو مضرب بعامين ونحاولوا كاوا ايضا دريس، كلهم اسماء كانوا كاوا دريس كلهم يعني، وكان اول لقب لمدينه قسنطينه. حني لي تذكر جمعيه وهران ايضا بجيل ذهبي، انا ذاك جيل ذهبي بمعنى الكلمه، كان بالخطوات بوكار مباركي. طبعا ذكروا مشاهدينا الكرام بانه تلك المباراه كانت حاسمه جدا، جمعيه وهران كانت في المركز الثاني بفارق نقطتين، ايضا في المركز الثالث كانت جمعيه عين مليله. سراء في هذا البرنامج ايضا سنقدم لكم واحده من مباريات جمعيه عين مليله التي لعبت طويلا في الرابطه في القسم الوطني الاول سابقا. الفرق هذا والسؤال اللي ديما نطرحوه مع الاخ نور الدين اللي لو غايب علينا نحيوه بالمناسبه، من هي الفرق الكبيره؟ هل التاريخ؟ هل الوقت؟ هل النتائج؟ هذه الفرق عين مليلة تبقى دائما في ذاكرة المناصرين، حتى ويروحوا حتى ما بين الرابطات يبقى الاسم. الموضوع شائك حكيم، سنفتحه لاحقا. لا ننسى ايضا مرحوم وفقيد القسم الرياضي وتلفزيون الجزائر ايضا مخلوف بوخزر الذي نتذكر رحمة الله عليه ايضا، وهو الذي علق على العديد من المباريات الكبيرة في ذلك الموسم. ايضا شبيبة القبائل كانت في المركز الرابع. طبعا نصل الى ختام هذا البرنامج، الختام سيكون طبعا مع ضيوفنا.